أهرامات الجدار الغامضة. أثر الجزائر الأمازيغية في مواجهة النسيان. هي أهرامات عريقة في منطقة فرندة بمحافظة تيارت. يجهل كثير من الناس وجود أهرامات بالجزائر، وهناك 13 هرماً رباعي القاعدة ودائري القمة، وتشبه هذه الأهرامات ضريحي كليوباترا سيليني بمحافظة تيبازا غرب العاصمة، وإميدغاسا بمحافظة باتنا شرقي البلاد. وبعد إجراء العديد من البحوث تبين أنها أضرحة جنائزية تعود إلى القرن الخامس الميلادي، وطبيعتها لا تختلف عن أهرامات الجيزة بمصر. كلمة الجدار تعني الجدار أو الحائط، وصنفت ضمن التراث الوطني منذ سنة 1969، وتتطلع السلطات الجزائرية وعلماء الآثار إلى تصنيفها ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. وتبقى الجدار قبلة سياحية ووجهة للكثير من الزوار والباحثين من مختلف أنحاء العالم.